شركة بوليس وهي شركة رائدة وإحدى الشركات الرائدة في عالم النظارات والإكسسوارات اختارت ولأول مرة فنان شاب من الشرق الأوسط والعالم العربي ليمثل ويكون وجه إعلاني لإلها لنظاراتها الشخصية ولمدة سنتين. ليه اختارت هالفنان؟ اختارت هالفنان لأنه بيمثل نبض الشباب، لأنه بيمثل نبض الشباب أحد ألقابه كانت فنان الجيل. هالفنان رغم انه عمره الفني صغير لكنه حقق شعبية عربية فريدة من نوعها. بدأ الغناء من 8 سنوات، عمر فني كتير صغير، ومع بدايته حقق ايرادات كتير عالية في السينما وايضا الالبومات. في هالعام حصل على جائزة من اكبر الجوائز العالمية في مجال الغناء، وهي جائزة African Music Award كأفضل فنان في قارة أفريقيا. ومن أسابيع قليلة، يمكن أول مرة نعلن عنها في مؤتمر صحفي، حصل على جائزة أكبر وهي أشمل فنان في العالم، كونه الفنان الوحيد اللي غنى، سجلوا معي، غنى، كتب أغاني، لحنها وألف قصص أفلامه وأنتجها وأخرجها أيضا، ما شاء الله. فمنحته مؤسسة The Big Apple Music Award في الولايات المتحدة الأمريكية لقب أسطورة القرن لصغر سنة ومواهب متعددة، وأكيد شعبيته الفريدة من نوعها. أكيد الصور موجودة حوالينا وتعرفين من هو الفنان. هو فنان الجيل، فنان تامر حسني. Grazie a tutti di essere qua in questo importante evento oggi. طبعا هو بشكر كل الجميع لانهم موجودين في الايفنت اللي بالنسبه لهم مهم جدا النهارده. Grazie a Tamer per essere qua con noi. Per noi questo è un importante momento. Questo evento è strategico per tutta l'area, per tutta quest'area. النهاردة الموضوع ده بالنسبة له يعتبر مهم جدا، وهو فكر ان المنطقة دي ان ده مشروع من اهم المشاريع اللي عملت، وهو متفائل بيه جدا. Quest'anno noi abbiamo fatto una grande scommessa. السنة دي هم عملوا استثمار جامد جدا ومتفائلين بالموضوع ده. Non era facile dopo George Clooney, Bruce Willis, David Beckham, Antonio Banderas trovare un nostro testimonial. كانت مشكلة كبيرة جدا عندهم بعد الأسامي اللي هو قالها، طبعا كلكم فهمتوها، إنه يلاقي حد بالمستوى ده. وبحث شديد جدا لغاية لما لقى الفنان تامر حسني. Credo che la scelta che abbiamo fatto è la migliore scelta che potevamo fare. وهو بيعتبر إن الاختيار اللي اختاره ده من أحسن الاختيارات اللي عملها في حياته. Sono convinto che sarà un rapporto di lunga durata. وهو مقتنع ان ده هيبقى علاقه مستمره لمدى طويل. Creeremo tante belle cose insieme. انهم يعملوا مع تامر حاجات كويسه جدا في على مدى السنين اللي جايه. Grazie Tamer per far parte della nostra grande famiglia. وبيشكر تامر على انه بقى جزء من عائله بتاعت بوليس وبتاعته. Grazie. بشكرهم على الثقة الكبيرة اللي ادوها لي وعلى المسؤولية اللي ادوها لي، وبقول طبعا الحمد لله. يعني في البداية يعني أي شيء بدعوات أمي وأهلي اللي وصلني لده، وبقول الحمد لله طبعا، وبشكرهم على الثقة دي، ويا رب أبقى عند حسن ظنهم وأحقق لهم الأهداف اللي هم عايزينها في الموضوع ده.
واي فنان بيتشرف انه يبقى مع اكبر شركه في العالم. يعني انا بشكرهم وبشكركم جميعا. Yes, I love.